اهلا وسهلا بكم في لقاء الذهاب بين الزمالك المصري وفريق سد النهضة الاسيوبي في ذهاب الدور 128 في بطولة اصدقاء ماما افريقيا. في ماتش شعاره الفرقة اللي هتكسكس هتتلط، ولحد ما احداث الشوط الثاني تبدأ عايز اكلمكم شوية عن التجديدات بقى اللي اتعملت في محطة سيجي جابر، حاجة مفتخرة الحقيقة. احنا مش عايزين نرجع تكهرة شايلين 6 جون و7 جون والمناظر الوسخة دي. احنا هندافع طول الماتش، دومينيك هيقف جون علشان يسعب على الفرقة التاني. انت متأكد يا خواجة ان الخطة دي هتنفع؟ شور يا باشا. هما بيجيبوا المدربين دول من فين؟ مفيش، يا دوبزل يا الوسيط. يا ابني انت مش بتقول حماتك عندها السكر؟ هنخش عليها ازاي بطبق حلويات؟ احنا معزومين على الغدا صح؟ صح. وواخدين معانا هدية اهو بدل ما نخش بايدينا فاضية. حلو؟ ابن اصول ومتربي وعدك العيب الصراحة. هي هتشبط فيها وهتضربها كلها، هوب الانسولين هيضرب، هوب هتفلسع والموضوع هيبان طبيعي، من غير شبهة جنائية. تقتل حماتك يا نيلي؟ هتقتل الرحم اللي انتج ايمي؟ نن عين قلب امك من جوه؟ وبعدين بقى بصوت الضمير الهفلطوني اللي ملازمني في حياتي ده؟ فين قلبك الكبير يا عمو؟ نسيته في البيت. فين الشهامة؟ هنبقى ندور عليها على جوجل لما نروح. فين خلاص خلاص يا اولاد، احنا نقسم بلد نصين وناخد لها طبق حلويات دايت. فرق نف يا جدهم. بس نعدي على اي اجزخانة في السكة ونرش عليها سم فران. سم فران؟ اخس. طب فين فين طبق صوابع زينب اللي وعدتني بيه يا كبير؟ الحيالة دومينيك وقف جون. والله انا سامم ريحة فضيحة وحفزة. لا يا ابني، لا يا ابني، مجموعة السكر والضغط والصداع النصفي. وعدى 10 دقايق من الماتش وشكله كده ما يلزش. الماتش شكله زي المسلسلات التركي، صورة حلوة وما فيهاش احداث، يعني اللي عايز يخش كده يضرب له سجارتين كده في البلكونة يتفضل، مش هيفوتوا حاجة. ولا ايه رأيك يا كابتن عبد الواحد؟ اللي بالمناسبة انت ما بتلعبش ليه؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، بصراحة في سببين. الاولاني ان مدير النادي وعدني يدفع للقسط الجديد قبل الماتش، وبعدين لما زنقته قال لي مش معايا مصر. قسط ايه يا راجل؟ هو مدير النادي ده شاري منك غسالة؟ لا يا كابتن، قسط مستحقاتي، كان في دفعة 500,000 والمفروض اخدها النهاردة. طيب يا ابن العب، وبقى خدها لما ترجع مصر. يعني انت هتعمل ايه بس بالفلوس في اثيوبيا؟ ما انا قلت زيك كده برضو وقررت العب وخلاص، بس لقيت الخواجة عايز يقعدني احتياط لدومينيك. ساعتها بقى ما قدرتش امسك نفسي ورحت صفح قلم امن مركزي على خلقته. لقيت مدير النادي بيقول لي انت حتى مش هتقعد على دكة الاحتياطي. قلت له طيب اقعد انا فين دلوقتي؟ فقال لي روح اقعد مع كابتن بك. اهلا وسهلا بيك يا حبيبي، يلا بطل رغي بقى وخلينا نشوف اكل عيشنا. بسم الله. وكرة طويلة من الوينج ليفت بتاعهم، بياخدها المهاجم بيلم صلاح سليمان، بس صلاح بيديله بالجزمة. ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لفريق سد الزفت النهضة، هيلعبها راس الحربة وداخل وبيركنها. جون جون جميل جميل. عملها يا ابني والله. اجهز بقى لمسلسل لنيار.